فينا. خلينا نحني قلوبنا قدام الرب. تعال قدم نفسك النهارده ليه. تعال قدم قلبك ليه النهارده. تعال نسجد ليه في زينة مقدسة. نقدم ليه هو كل المجد كل الإكرام. نسجد ليه بالروح وبالحق. نبارك اسمه اللي بيغفر كل خطايانا، اللي بيشفي كل أمراضنا، اللي بيفدي من الحفرة حياتنا، الذي يكللنا بالرحمة وبالرأفة، الذي يشبع بالخير عمرنا. نبارك اسمه لأنه قريب. هو قريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق. يعمل رضا خائفيه، يسمع تضرعهم ويخلصهم. هو صالح للكل ومراحمه على كل أعماله. هو رحيم ورؤوف، هو طويل الروح، هو كثير الرحمة. لم يصنع معنا حسب خطايانا، لم يجازنا حسب أثامنا. هو حامل كل الأشياء بكلمة قدرته. هو الألف والياء، هو البداية والنهاية. هو إله الآلهة، هو ملك الملوك. خذني بقرب قلبك فأعبدك. خذني بقرب قلبك فأعبدك وأغني من مثلك. Thank you.
اللحظات اللي جاية دي يقول له رب أنا بشكرك لأنه مفيش زيك في كل اللي بتعمله في حياتي. يومي النهاردة يشهد أن أنت كنت موجود فيه. امبارح يشهد. أول امبارح الأسبوع اللي فات كله عمري كله يشهد أن أمانتك كانت بتحوطني، أن رعايتك كانت معايا، أن معونتك لم تنتهي، إنما رب مستمرة، إنما رحمك بتتجدد عليا في كل صباح. خذ اللحظات دي فيها أشكره، أشكره على اللي بيصنعه في حياتك، على مراحمه اللي بتتجدد، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك. قل يا رب أشكرك، قل يا رب أشكرك، أنت اللي بتفدي من الحفرة حياتي، أنت تكللني بالرحمة والرأفة. أشكرك، قلبي مديون ليك، قلبي مديون لمحبتك. لأنك إله تسر بالرأفة، لأنك تعود ترحمني، تدوس أثامي وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياي. من هو إله مثلك؟ من هو إله مثلك؟ باركي يا نفسي الرب، باركي يا نفسي الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفسي الرب، باركي يا نفسي الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك. باركي يا نفسي الرب، باركي يا نفسي الرب.
في حياتك ويكللك بالرحمة والرأفة. إنه يفدي من الحفرة في حياتك ويكللك بالرحمة والرأفة. Oh,
لأنك أنت يا رب حاضر في وسطينا، لأنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. أنت هو الرب وحدك، أنت هو الرب وحدك. يا النهاردة نشاور عليك يا رب النهاردة، ونقول لك يا رب ما فيش زيك، لأنه ليس مثلك في كل الأرض، إنه ليس إله غيرك. مزمور 104 بيقول الكلمات دي: باركي يا نفس الرب، يا رب إلهي قد عظمت جدا، مجدا وجلالا لبست. اللابس النور كثوب، الباسط السماوات كشقة، المسقف على لي بالمياه، الجاعل السحاب مركبته، الماشي على أجنحة الريح. إيه رأيكم نقولها مع بعض من البداية؟ عايزين نهتف بالكلمات دي، فيها إعلان عن مين هو الرب. أمين؟ أمين؟ باركي يا نفسي الرب، يا رب إلهي قد عظمت جدا، مجدا وجلالا لبست. اللابس النور كثوب، الباسط السماوات كشقة، المسقف على لي بالمياه، الجاعل السحاب مركبته، الماشي على أجنحة الريح، الصانع ملائكته رياحا وخدامه نارا ملتهبة، المؤسس الأرض على قواعدها فلا تتزعزع إلى الدهر والأبد، كسوتها الغمر كثوب، فوق الجبال تقف المياه، من انتهارك تهرب، من صوت رعدك تفر، تصعد إلى الجبال، تنزل إلى البقاع، إلى الموضع الذي أسسته لها، وضعت لها تخما لا تتعداه، لا ترجع لتغطي الأرض. المفجر عيونا في الأودية، بين الجبال تجري، تسقي كل حيوان البر، تكسر الفراء ظمأها، فوقها طيور السماء تسكن، من بين الأغصان تسمع صوتا، الساقي الجبال من على لي، من ثمر أعمالك تشبع الأرض، المنبت عشبا للبهائم وخضرة لخدمة الإنسان، لإخراج خبز من الأرض وخمر تفرح قلب الإنسان، لإلماع وجهه أكثر من الزيت وخبز يسند قلب الإنسان. تشبع أشجار الرب أرزو لبنان الذي نصبه، حيث تعشش هناك العصافير، أما اللقلق فالسر وبيته، الجبال العالية للوعول، الصخور ملجأ للوبار، صنع القمر للمواقيت، الشمس تعرف مغربها، تجعل ظلمة فيصير ليل، فيه يدب كل حيوان الوعر، الأشبال تزمجر لتخطف ولتلتمس من الله طعامها، تشرق الشمس فتجتمع وفي مآويها تربض، الإنسان يخرج إلى عمله وإلى شغله إلى المساء. ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت، ملآن الأرض من غناك، هذا البحر الكبير الواسع الأطراف، هناك دبابات بلا عدد، صغار حيوان مع كبار، هناك تجري السفن، لوياثان هذا خلقته ليلعب فيه، كلها إياك تترجى لترزقها قوتها في حينه، تعطيها فتلتقط، تفتح يدك فتشبع خيرا، تحجب وجهك فترتاع، تنزع أرواحها فتموت وإلى ترابها تعود، ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض. يكون مجد الرب إلى الدهر، يفرح الرب بأعماله، الناظر إلى الأرض فترتعد، يمس الجبال فتدخن. أغني للرب في حياتي، أرنم لإلهي ما دمت موجودا، فيلذ له نشيدي وأنا أفرح بالرب، لتبد الخطاة من الأرض والأشرار لا يكون بعد. باركي يا نفس الرب، هاليلويا هاليلويا.
هللويا. وضعت للبحر حدا هللويا. أعدانا ترد ردا هللويا. وضعت للبحر حدا هللويا. أعدانا ترد ردا. قادر يا رب عظيمة هي أعمالك. ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت. بنبارك اسمك. هللويا. أنت عظيم 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 يا الله. عظيم 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 يا الله. عظيم في محبتك. عظيم في أمانك.
تشهد ان انت صالح. ايامنا كلها تشهد ان صلاحك يا رب يغطي حياتنا. ان مراحمك بتتجدد علينا في كل صباح. ايامنا كلها تشهد. ايامنا كلها تشهد يا رب. هللويا. انا ابارك اسمك. ابارك اسمك لانه في كل مرة ببص على رب ايامي وعلى حياتي يا رب بلاقي صلاحك وجودك يغطي. خيرك ورحمتك يا رب تتبع معونتك يا رب لا تنتهي. رعايتك يا رب في كل يوم وتسديدك لكل احتياج يا رب بحسب غناك انت. ما اعظم جودك، ما اعظم جودك يا ملك الملوك ورب الارباب. هاليلويا. يا إلهنا الصالح شكرا لي مهما بنشكر مش هنوفي بمرحمة الوريد ومن تكسبت وما بالزود أمان.
تفضلوا. مع اللي جنبك قل له دي الحقيقة، إنه ملكش مثيل. دي الحقيقة اللي عايز أشهد بيها قدام إخواتي، قدام أخويا، قدام أختي. أنت ملكش مثيل، أنت مفيش زيك. عايز أشهد عنك بكل قلبي وسبحك بكل قلبي. أنت تستاهل، تستاهل. أنت تستحق يا رب تسبيح قلوبنا وشكرنا وعبادتنا وسجودنا ليك. النهاردة شاور عليه وقول له أنت تستحق، أنت مفيش زيك يا رب، مفيش زيك، مفيش زيك يا رب. ملكش مثيل، ملكش مثيل. هتفضل دي الحقيقة. مرات عدوك يضحك علينا، ويضحك علينا في وسط ظروفنا. قول له بس النهاردة أخرج برا ظروفي وأشهد عنك إنك صالح وهتفضل صالح، إنك محب وهتفضل إلى الأبد محب، إنك أمين وأمانتك لا تتغير، إنك رحيم وكثيرة مراحمك يا رب. أشهد عنك يا رب، أشهد عنك وأشاور عليك. هللويا 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 هللويا. هللويا هللويا. نشكرك 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 نشكرك. قول له انت موجود هنا والان، انت موجود دلوقتي في وسطينا، انت موجود في وسطينا. انت عمال تعلن لنا عن نفسك من بداية الاجتماع، انت عمال تورلنا انت مين يا رب. شوية تورلنا عن صلاحك، وشوية تورلنا عن عظمتك، وشوية تورلنا عن محبتك. عشان كده قول له يا رب انا عايز عيني تتملي بيك للآخر، تتملي بيك للآخر، وقلبي يتحد بيك للآخر يا رب. النهاردة قل له عايز قلبي يتحد بيك للآخر، للآخر. انت موجود، انت موجود. وانت بتشاركنا على شاشات التلفزيون قل له ايوة يا رب، ايوة يا رب، انا كمان عايز قلبي يتحد بأشواق قلبك، وعايز اصلي الطلبات اللي حسب قلبك يا رب. يا رب انا عارف ان الوقت ده ثمين قوي، انا عارف ان اذنك بتميل لصراخ شعبك ولصراخ كنيستك. قول له يا رب انا عارف يا رب انه الساعتين دولت ساعتين غاليين قوي وقيمين قوي يا رب. دول ساعتين يا رب بياتوا بالاستجابه من لدنك، عشان انت اله سامع الصلاه واليك ياتي كل بشر. يا رب انا عارف يا رب انه الساعتين دولت واحنا بنصلي وبنصلي لبلادنا امور عظيمه بتحصل، والتاريخ يا رب بيتشكل. يا رب احنا عارفين انه واحنا بنطلبك في الوقت دوت يدك القديره بتمتد لينا ولبلادنا ولشعبنا والارضنا. قول له يا رب انا بشكرك، دولت مش ساعتين جايه تعزى فيهم، دولت مش ساعتين جايين نقضيهم زي اي ساعتين يا رب. دولت غاليين قوي، غاليين قوي، لانك ساكن في وسط تسبيحات شعبك، لانك موجود في وسطينا هنا والان، لانك بتصر انك تسمع لطلباتنا وصراخنا، لانك بتصر انك تعلن لنا عما في قلبك، لانك بتصر انك تتحد بينا وتتنازل لينا، مع انك انت الكبير العظيم، لكن انت بتتحد بينا، لانك انت اخترت انك تتحرك من خلال كنيستك. احنا متشكرين يا رب، احنا متشكرين. وعشان كده يا رب، عشان كده مفيش حاجة تشغلني عنك، مفيش حاجة تقلني بعيد عنك. عشان كده يا رب النهاردة اتحد بيك، واتحد يا رب مع عمل روحك، واطلب يا رب الطلبات اللي حسب قلبك في اسم يسوع المسيح، في اسم يسوع، في اسم يسوع. انتوا مدركين الساعتين دول غاليين قد ايه؟ عشان كده احنا بنتمنى انه الصلاة لا تنقطع، احنا بنتمنى انه بيت الصلاة يفضل مولع على طول بالصلاة، احنا بنتمنى بليالي صلاة، ونتمنى انه الناس تتجمع في بيوتها وتصلي. عايز اقول لكم انه الوقت دوت
لما بيجي كده الوقت ده والشعب بيتجمع مع بعض عبر شاشات التلفزيون، الرب بيميل أذنه بيقول أنا صراخ الشعب دوت محبب جدا لقلبي، أنا وهم بيصرخوا ليا أنا ببقى منتظر، علشان أنا عايز أحرك إيدي القديرة، عشان أنا عايز أعمل الطلبات اللي هم بيطلبوها، أنا هفضل أعلن لهم عن اللي في قلبي أكتر عشان يطلبوا ويشوفوا استجابة للصلاة دي. وهو مش بعيد هناك، هو موجود هنا والآن. عايز أقول لكم من بداية الاجتماع عمال يعلن لنا عن نفسه، عمال يورلنا هو مين، وشوية يورلنا عن عظمته، وشوية يورلنا عن صلاحه وعن محبته، وحيكمل يعلن لنا عن اللي في قلبه. عشان كده عايز أشجعك وأشجعك، اتحد باللي في قلبه للآخر، ما تنشغلش بأمور صغيرة، لأن الأمور الصغيرة كلها تزاد لنا. ما تشيلش هم أمور صغيرة، لأن الأمور الصغيرة كلها تزاد لنا. ده وقت غالي وثمين من أجل امتداد الملكوت، ده وقت غالي وثمين من أجل أنه تشكيل تاريخ الأمة ديت اللي الرب بيستخدم كنيسته في تشكيلها يكون بيحصل. أمين؟ أمين. كلمة ربنا غالية، وأنا مبسوطة أنه بيبو أرى خلانا نقرأ مع بعض كلمة ربنا، وعايزة نكمل نعمل الحكاية دي مع بعض. عايزة أدعوكم نقف ونقرأ مع بعض مزمور 136. احمدوا الرب، خلونا كلنا نقرأ مع بعض. احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا إله الآلهة لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا رب الأرباب لأن إلى الأبد رحمته. الصانع العجائب العظام وحده لأن إلى الأبد رحمته. الصانع السماوات بفهم لأن إلى الأبد رحمته. الباسط الأرض على المياه لأن إلى الأبد رحمته. الصانع أنوارا عظيمة لأن إلى الأبد رحمته. الشمس لحكم النهار لأن إلى الأبد رحمته. القمر والكواكب لحكم الليل لأن إلى الأبد رحمته. الذي ضرب مصر مع أبقارها لأن إلى الأبد رحمته. وأخرج إسرائيل من وسطهم لأن إلى الأبد رحمته. بيد شديدة وذراع ممدودة لأن إلى الأبد رحمته. الذي شق بحر صوف إلى شقق لأن إلى الأبد رحمته. وعبر إسرائيل في وسطه لأن إلى الأبد رحمته. ودفع فرعون وقوته في بحر صوف لأن إلى الأبد رحمته. الذي صار بشعبه في البرية لأن إلى الأبد رحمته. الذي ضرب ملوكا عظماء لأن إلى الأبد رحمته. وقتل ملوكا أعزاء لأن إلى الأبد رحمته. سيجون ملك الأموريين لأن إلى الأبد رحمته. وعوج ملك بشان لأن إلى الأبد رحمته. وأعطى أرضهم ميراثا لأن إلى الأبد رحمته. ميراثا لإسرائيل عبده لأن إلى الأبد رحمته. الذي في مزلتنا ذكرنا لأن إلى الأبد رحمته. ونجانا من أعدائنا لأن إلى الأبد رحمته. الذي يعطي خبزا لكل البشر لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا إله السماوات لأن إلى الأبد رحمته. تفضلوا. وأنا بقرأ المزمور دوت النهاردة الصبح، لقيته عمال يتكلم الأول على الإله اللي الصانع الكواكب والنجوم والقمر والشمس، صانع العجائب العظام وحده. بعدين لقيته عمال يتكلم انه الاله ده اللي اخرج شعبه من ارض مصر، الاله اللي شق البحر قصادهم، اللي خلاهم يعبروا في البحر كما في اليابسة، اللي قتل ابقار مصر، اللي مد ايده على فرعون، اللي اعطى الارض ميراثا لشعبه. وعمال يترنم يترنم، ده ربنا خرج الشعب، ده ربنا شق بحر صوف، ده ربنا عبر بيهم في البحر كما في اليابسة، ده ربنا اللي ادالهم الأراضي. وعمال يترنم لأن إلى الأبد رحمته. وقفت كده وسألت نفسي، بس اللي حصل ده من زمان قوي، انت مالك عمال تترنم بيه؟ اللي حصل ده من زمان، ده كان بقاله سنين طويلة قوي.
انت ليه عمال تفتكر اللي ربنا عمله في البحر الاحمر ومع شعبه ومع فرعون ولما ادالهم الارض؟ ليه عمال تفتكر؟ وكانه في مزمور تاني يقول اصله الانسان بطبيعته سهل انه ينسى، الانسان بطبيعته نساي. عشان كده داود يقول باركي يا نفسي الرب ولا تنسي كل حسناتي. يا نفسي اوعك في وسط الظروف، في وسط الاحداث. يا نفسي اوعك حتى لما الوقت يبقى صعب. يا نفسي اوعك حتى لما اوقات الاستجابه تتاخر في امور. يا نفسي باركي الرب وما تنسيش حسناته. افتكري كم مره غفر ذنوبك، افتكري كم مره شفى امراضك، افتكري كم مره انقذ من الحفره حياتك. يا نفسي افضلي افتكري وافتكري حاجات عملها من سنين طويله ومن سنين قريبه، افتكري حاجات عملها سنين فاتت وافتكري عملها الشهر اللي فات وامبارح واول امبارح. باركي يا نفسي الرب ولا تنسي كل حسناتي، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل امراضك، الذي يفدي من الحفره حياتك ويكللك بالرحمه والرأفه فيتجدد مثل النسر شبابك. وقعدت وانا في محضر ربنا اسرح بقول له يا ده اللي انت عملته الثلاث سنين اللي فاتوا، لو فضلنا كده نكرهم ورا بعض معقوله؟ معقوله كل اللي انت عملته ده؟ ده لو فاكرين اللي انت عملته معانا وبنفتكره كده زي ما كاتب المزمور عمال يفكر نفسه، ده احنا قلوبنا تبقى بتتنطط من الفرح، ده احنا في فترات التسبيح نبقى مولعين ومش عارفين نقعد على رجلينا. وعمال افتكر اقول له يا رب ده يوم 11/11/2011 انت جمعت كنيستك من كل الطوائف في المقطم، والكنيسه بقلب واحد صلت لك وبقلب واحد كانت بتنادي يسوع وتملى اجواء مصر بالاسم العظيم دوت. يا رب ده انت في ليله راس السنه خليت كنيستك تبقى في ميدان التحرير وبالشموع والترانيم في ميدان التحرير الكنيسه بتهتف عمانوئيل عمانوئيل. وفي تاني يوم في الجورنال بتاع ابراهيم عيسى يكتب في المنشط العريض المسيح في ميدان التحرير، والصوره تبقى ماليه الصفحه الاولى. ايوه يستحق ان احنا نسقف له، ايوه يستحق ان احنا ما ننساش اللي هو عمله، عشان اللي هو عمله عظيم. يستحق انه تفضل قلوبنا بتنبض بالفرح والشكر والامتنان والتسبيح ليه. هو اللي في مؤتمر الصلاه في 2013 لقينا اسس من كل الطوائف وهم بيغسلوا رجلين بعض، وقسيس الكاثوليكي قال انا وانا بغسل رجلين اخواتي انا ابوس الرجلين ديت. وقفنا قدام المشهد ده والناس كانت عبر شاشات التلفزيون بيقولوا لي بدموع واحنا بنشوف المشهد دوت، يا نفسي ويا كنيستي ما تنسيش، يا كنيسه ما تنسيش اللي الرب عمله، ما تنسيش اللي الرب عمله. الشفاءات اللي هو عملها كل شويه كنا نلاقيه كده عمال يفرحنا. لقيت في مؤتمر الصلاه واحده ست تجيلنا هي مليانه قوي وتقول لنا انا داخله الاستاد بيسندوني، انا بقعد بالعافيه وبقوم بالعافيه، انا طلبت الرب وقت الصلاه للشفاء. انا لقيت نفسي عماله اجري حوالين الاستاد ونقول لها طب ورلنا اكتر توطي، ونقول لها طب اوقفي توقف، نقول لها وطي تاني توطي تاني، وتقول لنا انا الرب شفاني. واحده قدام التلفزيون يوم الصلاه اللي اتعمل وهي شايفه ايدين الاسس وهم ماسكين في ايدين بعض والطوائف وهي بتصلي مع بعض، ركبها ما بتقدرش تفردها، ما بتقدرش تمشي، بتقف بصعوبه قوي. قالت له مش ممكن الكنيسه تبقى مجتمعه كده وانت مش هتلمسني. وبتقول لقيت قوه كانها اخترقتني ولقيت نفسي قايمه وبتنطط. كل شويه عمال يورلنا المنبر ده شهد انه ناس تجري تحت المنبر وهي سايبه العكاز بتاعها وبتجري تحت المنبر. المكان ده شهد ان واحده ست تخينه جت تقول لي في اجتماع الصلاه انا كنت جايه عندي فتق والفتق دوت بيختنق، الفتق دلوقتي راح. قلت لها هات لنا تقرير من عند الدكتور. تاني اسبوع جابت التقرير الفتق اختفى. باركي يا نفسي الرب ولا تنسي كل حسناتي، يا كنيسه ما تنسيش اللي ربنا عمله معاكي، اللي ربنا صنعه عظيم، اللي ربنا صنعه عظيم واللي ربنا عمله في مصر. وسمع صراخ كنيسته وسمع صراخ شعبه وعمل في سنه اللي الناس
تتوقع انه يحصل في 500 سنه، وانزل ناس من على الكراسي، اقام ملوك وانزل ملوك. امبارح في الخطاب بتاع المشير عبد الفتاح السيسي، في الخطاب بتاعه مع وائل الابراشي، في الحوار بتاعه مع وائل الابراشي، قال عباره، العبارات دي هو بيقولها، انا لقيت جوايا ترجمه للعباره دي. قال انه التاريخ سيكتب باحرف من نور اللي حصل في مصر في 30 يونيو. التاريخ هيكتب باحرف من نور اللي حصل في مصر في الوقت اللي فات. وانا لقيت كده الصوت جوايا، ايوه التاريخ هيشهد وهتكتب باحرف من نور، عشان انت اللي عملتها، انت اللي عملتها، مفيش حد تاني غيرك اللي عملها، محدش تاني غيرك اللي عملها، انت اللي عملتها. والناس حتى اللي مش مؤمنه بتقول الكنيسه صرخت والرب سمع الصراخ، محدش يعرف يعملها غيرك، محدش كان ممكن يعرف يعملها غيرك. وانت تقيم ناس من حيث لا ندري وتنزل ناس من حيث لا ندري. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. يا كنيسة اوعي تنسي اللي ربنا عمله، ويتذكر ويقول اللي شق البحر الأحمر قدام شعبه، خلاهم يعبروا في البحر كما في اليابسة، اللي ضرب فرعون من أجلهم، اللي ملكهم الأراضي. ليه بتفتكر؟ ليه بتفتكر؟ قال يا نفسي ما تنسيش اللي الرب بيعمله، لأنه هو الصانع العظائم وحده، الصانع الأمور العظيمة وحده. عشان كده خلونا نقف، خلونا نقف، خلونا كل أربعة نتدور ناحية بعض، خلونا نملى النهاردة الأجواء بالتسبيح والشكر ليه. خلونا نقول له أيوة يا رب، أيوة إحنا النهاردة جايين نباركك، إحنا النهاردة جايين نشكرك، إحنا النهاردة جايين نتذكر إحساناتك، إحنا بنعدد بعض الأمور اللي أنت صنعتها، اللي أنت صنعته معنا، أمور عظيمة، أنت تستحق الشكر والتسبيح يا رب. هاللويا هاللويا. اشكره من كل قلبك لانه يستحق، باركيه من كل قلبك لانه يستحق، قل له انت الصانع العجائب وحدك، انت الصانع العظام وحدك يا رب. قولي له محدش عملها في بلدنا غيرك، محدش كان يقدر يعملها غيرك، انت اللي بتشيل ملوك وبتنصب ملوك، انت اللي بتؤمر فيكون، انت اللي بتقول قل يا رب، انت اللي بتقول كلمه يا رب فيكون، انت اللي بتشفي يا رب من الامراض، انت اللي بتفك من القيود، انت اللي بتهد اسوار من التعصب بقالها سنين طويله وقرون طويله، محدش غيرك، محدش غيرك. نباركك بكل قلبنا، نباركك بكل قلبنا، نباركك بكل قلبنا. هاللويا 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 هاللويا. نشكرك نشكرك نشكرك، متشكرين متشكرين عشان انت حي، متشكرين عشان انت حقيقي، متشكرين يا رب متشكرين. هاللويا هاللويا هاللويا. ايوه انت القدير وحدك، انت الصانع العجائب وحدك، انت تفتح ولا يستطيع احد ان يغلق، وتغلق ولا يستطيع احد ان يفتح. انت لما تفتح قوة سمواتك على بلد، مين يمنع المطر عن البلد ديت؟ ومن يقول لك ماذا تفعل؟ متشكرين يا رب متشكرين متشكرين. هاللويا هاللويا هاللويا.
هللويا. خلونا نترنم بمراحم الرب أغني. ملوك الأرض له يسجدون، له بخشوع يخضعون. خلونا نقف وإحنا بنترنم بإلهنا العجيب الصانع الآيات والعجائب. هللويا هللويا الاسم. بمراحم الرب أغني عن حق عجيب يا رب، عجيب اللي انت بتعمله، عجيب وطرقك عجيبة. لو قعدنا نفكر هتعملها ازاي مش ممكن تفكيرنا يجيبنا. انت عجيب يا ابن الله، انت الصانع العجائب وحدك. هللويا. We're gonna make it.
من صلوات الشكر للإله ده. ارفع ايدك وشاور عليه وارفع اعلى صوتك قل له انت مستحق شكر قلوبنا، انت مستحق تسبيحنا، مفيش زيك مفيش زيك، لا مثل لك بين الالهه ولا مثل اعمالك. اللي انت تعمله محدش يعرف يعمله، اللي انت تعمله محدش يقدر يقلده. يا رب انت اللي بتصنع بيد قديره مقتدره، يا رب انت اللي بتولد يا رب امم، انت اللي بتولد شعوب للنور، انت اللي بتاتي النور يا رب في وسط ارض مظلمه وتشرق عليها نورك. انت شمس البر والشفاء في اجنحتك. احنا نباركك، نباركك بكل قلبنا، نباركك يا عجيب، نباركك يا قدير، نباركك نباركك يا رب. هللويا هللويا يا رب ليك، هللويا هللويا. امين امين. انت الله المتجسد والمسيح المتمكن والخليقه بتردد يا عجيب. انت مشتعل وغام فيك الامن والنعم، فيك الحب والنغم يا عبيد. انت الله المتجسد والمسيح المتمجد والخليقة بتردد يا عبيد. انت مشتعل وغام فيك الامن والنعم، فيك الحب والنغم يا عبيد. يا عبيد يا مصير يا إله يا قدير انها تملي تفضل فرحانه. من حق الكنيسه ان كل حد يدخل يقول ايه ده، هو في ايه، هما ليه فرحانين كده؟ عارفين ليه احنا فرحانين كده؟ عشان هو موجود في وسطينا، عشان هو لينا، عشان هو وعدنا، هو وعدنا ان هفضل معاكم الى الابد، هفضل معاكم لظهر الدهور، ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الظهر. يا كنيستي افرحي لاني موجود في وسطك، يا كنيستي افرحي لاني باصر بتسبيحك، يا كنيستي افرحي لاني بميل اذني لصراخك. عشان كده من حقنا نفرح ونقول له نعيد لك يا رب. هنعيد بمين غيرك ونعيد لمين غيرك ونفرح بمين غيرك يا رب. نرفع ذبيحة الحمد نسبحك بطباق القلب. أنت نشيدنا بكت قلوبنا ونبع سرورنا، نعيد لك نحتفل بك. Thank you.
فرحانين بيك، فرحانين بيك، بنحبك قوي، بنحب حضورك، بنتلذذ انك موجود في وسطينا، بنتلذذ ان عينينا تشوفك وايدينا تلمسك وقلوبنا تتلمس معاك، وتشكرين انك متنازل ولانك ساكن في وسطنا ووسط تسبيحات شعبك، متشكرين يا رب، متشكرين 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 متشكرين. دي ليالي نقضيها قدامك في التسبيح وما تكفيش، دي ليالي نفضل نرفع اسمك ونشاور عليك وما تكفيش يا رب. انت مستحق، انت مستحق كل تسبيح وكل شكر وكل سجود. هللويا لاسمك. امين امين. تفضلوا. هو صنع امور عظيمه قوي، احنا بنذكر كده بعض منها النهارده، بس كمان في امور كتيره اعظم هو عايز يعملها. عندنا وعود كتيره عمال يوعدنا بيها لسنين طويله، والوعود دي ذكرناها كتير من عن ببر، وناس كتير في حتت مختلفه كلمت عنها ونادت بيها وصليناها كتير. عندنا وعود كتيره، ده اللي جاي اعظم قوي. انتوا لسه ما شفتوش حاجه، انتوا ما شفتوش غير كده سحابه قدر كف من النسبه اللي انا عايز اعمله. وهو اللي قال لنا من سنين وعملناها نهضه سنتين ورا بعض، قال لنا الاوليات لا تذكروها، القديمات لا تتاملوا بها، انا صانع امر جديد. ولما قال لنا كده قلب الكنيسه ولع وصدق، ايوه انت صانع امر جديد. قال لنا انا مش هقلد اللي عملته في بلاد تانية، مع ان اللي عملته عظيم، لاني انا الخالق، انا مش بقلد، انا اللي هعمله في مصر ما حصلش في حتة تانية قبل كده، انا صانع امر جديد في الارض دي. وعشان كده اللي هعمله في مصر هتبصوا تلاقوا الجرايد عبر العالم بتكتب عنه، والاذاعات بتنادي بيه، وناس هتيجي لمصر زيارات وتسألكم هو ايه اللي حصل، هو ايه اللي حصل، قولوا لنا السكه، قولوا لنا السر، وهنشاور عليه ونقول لهم هو اللي عملها، هو اللي بيعملها. الكنيسه تطلبه وتصلي وهو بيصنع. قال لنا انا صانع امر جديد، صدقوني صدقوني. واحنا عمالين متهيألي نشوف كده حاجات عمرنا ما سمعنا عنها قبل كده، والناس بتحكي اوريدي على ربنا بيعمله، بس اللي جاي اعظم. وفي وقت تاني رفعنا الشعار دوت، هو قال لنا انا اللي هعمله معاكم مش بس جديد، اللي هعمله معاكم رهيب رهيب. وحصنع ايات في السماء وعلى الارض لم تخلق في كل الارض. هعمل حاجات جديده خالص، حصنع ايات في السماء وحصنع ايات على الارض انتم ما شفتوهاش ولا سمعتوا عنها قبل كده. سلموا لي سما مصر ديت، سلموها لي وتوقعوني. ومرات كده هتخرجوا وهتبصوا في السماء والناس هتفضل بموبايلات تقول لبعض اخرجوا البلكونات، اخرجوا، هو ايه اللي حاصل في السماء ده؟ هصنع ايات لم تخلق في كل الارض، في السماء وعلى الارض. وكتير كلمنا وقال لنا الكتاب دوت انا امس واليوم والى الابد. اللي شفتوه في الكتاب ده هتشوفوه في وسطيكم، هتشوفوا العرج يمشون والعم يبصرون والمساكين يبشرون والموتى يقومون. اللي انا صنعته هتشوفوه، اللي انا عملته مع بارتيماوس هعمله مع عمي تانيين، اللي عملته مع المفلوج اللي نزلهولي من السقف هعمله، اللي عملته مع مفلوج بركة بيت حزد انا هعمله. وزي ما قومت اموات انا هقوم اموات. وبعدين كتير وعدنا وقال لنا صلوا الجبل الضلال، جبل الضلال مش هتفضل فيه حجر على حجر، هيكون سقوطه عظيم وهيسمع صوت السقوط بتاعه في كل العالم. وعمالين نشوف الجبل عمال يتشرخ، عمال يتشرخ، الجبل عمال يتشرخ. بس بيقول لنا بس الجبل ده مش بس يتشرخ، مش بس تشوفوا كده بعض الحجارة تقع منه، ده مش هيفضل فيه حجر على حجر، ده سقوط الجبل ده عظيم، وملايين ملايين يرجعوا لي ويعرفوني، ويعرف الرب في أرض مصر، ويعرف المصريون الرب، والمنطقة بحالها، المنطقة بحالها اللي أنا بصنعه يتصدر لها. وعود كتيرة، وعود كتيرة عمال يكلمنا بيها ويكلم ناس. وعايز أقول لكم ناس تيجي كده من برة مش مصريين خالص عشان يقولوا لنا ربنا بيقول كذا وكذا، ونضحك نقول لهم نشكركم عشان التأكيد، لأنه هو ده بالضبط اللي بيقوله لنا.
بس عايزة أقول لكم خسارة إنه الكنيسة بان عليها في الوقت اللي فات إنه إيمانها ضعف. الكنيسة في الوقت اللي فات عارفين الإيمان يخلي القلب بينبض سخن والعينين منورة. لما تتقابل مع حد كده مليان بالإيمان ويتكلمك تبص تلاقي الكلام خارج منه نار لأنه خارج من قلب مليان نار، وتلاقي العينين كده بتلمع ومنورة. الكنيسة الوقت اللي فات قلبها مش كده، قلبها مش خارج منه نار، والكلمات والصلوات مش نار، وعينيها مش بتلمع. وكانوا في ناس قالت استنينا كتير زهقنا، ناس قالت طلبنا كتير تعبنا، توقعنا كتير وما حصلش. وفي أوقات كتير كنا مليانين بالتوقع، كان التوقع واصل لآخره وما حصلش اللي كنا متوقعينه. يا خسارة. عارفين ليه يا خسارة؟ عشان هو أمين، عشان هو مفيش حاجة بيقولها مش بيعملها. عشان يشوع في آخر أيامه وقف جمع الشعب كده وقال لهم أنا ماض في طريق الأرض كلها، أنا حموت زي ما كل الناس بتموت، لكن أنتم تعلمون بكل قلوبكم، أنتم متأكدين بكل قلبكم أنه لم تسقط كلمة واحدة من جميع الكلام الصالح اللي الرب اتكلم بيه عليكم، بل الكل صار ليكم. هي دي الشهادة اللي عايز تشهدها عنه يا يشوع قبل ما تموت؟ دي الكلمات اللي عايز تشهدها للشعب؟ قال لهم أنتم متأكدين، أنتم عارفين بكل قلبكم أنه الإله ده أمين، الإله ده صالح، الإله ده بيقول ويفعل، الإله ده بيوعد وبيوفي، الإله ده قدير أنه يسمع اللي بيوعد بيه، مش ضعيف علشان يقول وما يعرفش يعمل. أنه لم تسقط كلمة واحدة من جميع الكلام الصالح اللي اتكلم بيه الرب عليكم، بل الكل صار لكم. هو أمين، هو ورانا، هو ورانا، وهو أذهلنا بعجائبه وأذهلنا بصنائعه. هيحصل اللي هو بيقوله، قولوا أمين، قولوا أمين بكل قلبكم. هنشوف اللي هو بيقوله أمين. أما ليه يا كنيسة ضعف إيمانك؟ وأنا بتحد بيكم، أنا مش بقول إن أنا في حتة تانية، وبالعكس جاء ربنا كده ويقول لأفراد مننا بان عليكم إنه إيمانكم هبط، بان عليكم إنه إيمانكم هبط. لكن لا، عارفين الإيمان يجي منين؟ لما نرفع عينينا عليه تاني، ولما نفتح ودننا الكلمات تاني، ونلاقي الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، ونلاقي نفسنا وإحنا بنبص عليه الإله العظيم الذي لا يعثر عليه أمر، الإله القدير اللي يقول له أيوب قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر، الإله اللي يقف عند خيمة إبراهيم وسارة ويقول له يا سارة بتضحك ليه؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ هو ما يقدرش يعملها؟ في حياة الأفراد وحياة الشعوب، في حياة الأمم وحياة البلاد. عشان كده احنا هنقف ونقول له متفضلك انفخ علينا تاني، انفخ علينا تاني، ولع الإيمان في قلوبنا تاني، ولع إيمان كنيستك في عبر يا رب الجمهورية بحالها من أسوان لإسكندرية، ولع الإيمان في كل كنيسة وكل طائفة، في كل قلب يا رب كبير وصغير وأطفال وكبار وشيوخ يا رب. ارجع خلي الكنيسة قلبها نار تاني، وعشان كده الكلمات اللي تتكلم بيها تبقى كلمات مليانة نار، عينيها تلمع بالإيمان لأنها مصدقاك ولأنها شايفة الإله اللي هي بتطلب منه. خلونا نقف، خلونا نقف وإحنا بنصلي الكلمات دي. اتدور ناحية أخوك، اتدوري ناحية أختك وصلي الكلمات دي. قول يا رب أنا اتحد بكنيستك يا رب، مش بس جاي أحط نفسي لكن جاي أحط الكنيسة كلها. قول لك يا رب ارجع انفخ علينا تاني، انفخ يا رب، انفخ على الفتيلة اللي بقت مدخنة يا رب، انفخ يا رب على القصبة اللي بقت مردودة، انفخ على الإيمان اللي ضعف، أقف على انفخ على اللهيب يا رب اللي ضعف. يا رب ترجع نصدقك، نصدقك، نصدقك بكل قلبنا، نرجع نصدقك بكل قلبنا يا رب. لا نخور، لا نحبط، لا نحبط. اغسل قلب الكنيسة من الإحباط،
اغسلها من الإحباط، اغسلها من عدم التوقع يا رب، ترجع قلبها مليان بالتوقع تاني، ترجع قلبها بينبض بالتوقع في إله عظيم تاني يا رب. انفخ علينا، انفخ علينا، انفخ علينا يا رب، انفخ علينا يا رب، انفق على قلب الكنيسة، انفق على القادة والأسس والشيوخ، انفق على الشباب والكبار والصغيرين، انفق علينا بروحك. الإيمان يضرم يضرم يضرم، الإيمان يضرم، نرجع نصدقك نصدقك نصدقك. انت مفيش حاجة بتقولها مش بتعملها، مفيش كلمة بتقولها بتسقط يا رب، ولو بعد سنين ولو بعد شهور انت ساهر على كلمتك لتجريها. انت اللي قلت الأرمية ماذا انت رائن، قال لك قضيب لوز، قال له احسنت، قلت له احسنت الرؤية، لاني انا ساهر على كلمتي لاجريها. يا أرمية قول لشعبي، قول شعبي في ارض مصر انا ساهر على كلمتي لاجريها. الرب عايز يقول الكلمات ديت لشعبه في ارض مصر، للكنيسة في ارض مصر. يا كنيستي صدقي انا ساهر على كلماتي لاجريها، انا اللي سهران عليها، انا اللي سهران عليها، مش حد تاني، مش ملايكه سهرانين عليها، انا اللي سهران على الكلمه، وانا قدير كفايه وانا امين كفايه لاجريها في وسطكم. ستروا عجب في هذه البلد، ستروا عجب في بلادكم، هتشوفوا امور لا تخطر لكم على بال. انتوا عارفين شويه قليله من اللي انا ناوي اعمله، انا صانع امور عظيمه، اللي انا صانعه معكم رهيب. مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك. كنيسه ترجع عينيها تمتلئ برؤيتك، تشوفك، تشوفك على حقيقتك، ترجع ودانها تمتلئ بكلامك، مش بكلام الواقع ولا كلام الصحف والبرامج، لكن ودانها تتملي بكلامك يا رب. يا رب نقترب من عرشك، نقترب من عرشك. هل تحيا هذه العظام؟ أيوة، احييها بروحك، احييها بروحك يا رب، احييها بروحك. Yeah.
كلنا في نفس واحد، خلونا كلنا في نفس واحد نكمل في الطلبة دي. قول له يا رب هب بروحك على الكنيسة، هب بروحك احيينا من جديد يا رب، ولع الإيمان في قلوبنا من جديد يا رب، وابدأ فيا أنا، واتحد بإخواتي يا رب، اتحد يا رب بالكنيسة في أرض مصر بكل طوايفها، علي صوتك واطلبه، أصرخ ليه، قول له الكنيسة ما تفضلش كده، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، علامات الضعف ما تبانش عليها، علامات الإعياء ما تبانش عليها يا رب، الخوار لا يا رب يصيبها، الإحباط لا يصيبها في اسم يسوع. تعال على الكنيسة بكل طوايفها، تعال على الكنيسة الكاثوليك، تعال على الكنيسة الأرثوذكس، تعال على الكنيسة البروتستانت يا رب، تعالى تعالى تعالى، ولع قلب الكنيسة من جديد، ولع قلب الكنيسة من جديد يا رب، يا رب انفض عنها، انفض عنها الغبار، انفض عنها الإحباط يا رب، في اسم يسوع، في اسم يسوع، في اسم يسوع، امين امين امين. يا روح الله تعال كرياح عاصفة، من أقوى علامات الإيمان إيه؟ لما الكنيسة تبقى رفع أيديها في الصلاة بتقول لهم صدقينك، مصدقينك إنك جاي تعملها، إنك جاي تحقق المواعيد، وكل ما الإيدين تنزل وكل ما اجتماعات الصلاة تهوي معناها إنه ترمومتر الإيمان ضعف. عشان كده خلونا نمسك إيدينا في إيدين بعض ونرفعها لفوق، امسك إيديك في إيدين إخواتك وارفعها لفوق، وقول له رب الإيدين دي ترجع تترفع تاني، إيدين الكنيسة ترجع تترفع تاني يا رب، لأنه إيدين الكنيسة يا رب تشاور يا رب، وتقول لك مصدقينك، مصدقينك يا رب، يا رب احنا متأسفين عشان الإيدين دي هبتت الوقت اللي فات، متأسفين عشان ما بقيناش نجري على اجتماعات الصلاة، متشكرين، متأسفين عشان ما خدعنا يا رب خليت من الصلاة، متأسفين، متأسفين يا رب، بس راجعين نرفع إيدينا، راجعين نرفع إيدينا ونقول لك مصدقينك، راجعين نرفع إيدينا ونقول لك مش هننزلها تاني، ادينا نعمة، ادينا قوة ما تنزلش تاني يا رب. الصراخ لا ينقطع من قلب الكنيسة، لا ينقطع من قلب الكنيسة يا رب، الصراخ لا ينقطع من قلب الكنيسة،
في اسم يسوع المسيح، في اسم يسوع، في اسم يسوع، في اسم يسوع، في اسم يسوع، في اسم يسوع. ممكن عصام والأسيس سامح حنا وسامي رمزي يطلعوا على المنبر، خلونا رافعين ايدينا وهم يرفعوا ايديهم ويصلوا، يصلوا الطلبة دي من أجل الكنيسة في أرض مصر في اسم يسوع. كمل طالب الرب، كمل طالب الرب، قول له رب احنا متأسفين، ايدينا هبطت، الإيمان هبط في قلبنا، بس راجعين لك، راجعين لك يا رب، راجعين لك والكنيسة راجعالك يا رب. انت تحفظ يا رب ايدينا مرفوعة، انت اللي تسندنا يا روح الله، انت اللي تاخد من المذبح يا رب نيران جديدة وتدلو على قلبنا يا رب، انت تولع قلبنا يا رب بإيمان جديد وبمحبة جديدة بثقة جديدة، انت ترجع تسكب بروحك على قلبنا روح صلاة وانتظار وتوقع، انت ترجعنا مجانين من تاني يا رب، نصدق الامور العالم مش بيصدقها ونشوفها حقيقة، احنا متوقعين روحك يولعنا تاني يا روح الله. تعالى على كل عظام يبست، على كل احلام هديت، على كل تفكير بالمنطق والواقع، تعالى ولع قلبنا من جديد، تعالى تعالى انفخ علينا، انفخ علينا نيران جديدة بالروح القدس، وقول لنا اقبلوا الروح القدس واقبلوا الإيمان واقبلوا أمور عظيمة تأتي في حياتكم وفي حياة بلدكم، نرجع تاني ونؤمن إن يدك تعمل فينا وتحط على الكنيسة، وإنك تقول لنا نقوم فنقوم جيش عظيم باسم يسوع المسيح. رب يا رب زي ما كان موسى رافع إيديه يا رب على الجبل، وكل ما كان يرفع ايديه يا رب على الجبل يا رب المعركة كانت تحسم لما كانت ايديه مرفوعة على الجبل. يا رب احنا بنسألك كنيسة ايديها مرفوعة تحسم كل المعارك الروحية على أرضنا باسم يسوع المسيح. الكنيسة تقوم يا رب وتطلع الجبل، الكنيسة يا رب تبص عليك تطلبك من كل القلب يا رب، عايزاك، شايفاك، شايفاك، بتحبك، بتحبك وعايزاك، وبتحسم ترفع ايديها يا رب وتحسم امور يا رب في العالم الروحي من اجل يا رب امه ترجع، ترجع اليك يا رب في هذه الايام يا رب، ونشوف يا رب ثمار عظيمه في 2014، ومجدك على كنيستك يرى، ومجدك على كنيستك يرى يا رب. عايزين نشوف الامر دوت. اسكب روح صلاه، اسكب في هذه الايام روح صلاه يا رب على الكنيسه، تعال على كل فطور يا رب واكسح يا رب بمياه جديده من الروح القدس، اكسح كل يا رب مياه يا رب عكره في حياتنا باسم يسوع المسيح. شددنا من كل رقاد، شددنا من كل تعب، شددنا من كل اعياء، شددنا من كل احباط باسم يسوع المسيح. جايين النهارده نرفع ايدينا ونعلن ايماننا انك انت رب قدير يا رب. النهارده جايين نقول لك شدد ايدين الكنيسه مره تاني يا رب، شدد ايدين الكنيسه مره تاني يا رب، خلي الكنيسه تصدق يا رب انك انت الاله الصانع العجائب العظام وحدك يا رب. احنا جايين نقول لك متاسفين لان الايام اللي فاتت يا رب تعودنا الاشياء وتعودنا الامور بقت ابتدت تتحسن يا رب، لكن النهارده الكنيسه جايه تقول لك يا رب احنا جايين طالبينك وعايزينك يا رب، وعايزين اللي في قلبك يحصل يا رب الايام الجايه. جايين نتنبأ على الكنيسه يا رب النهارده بالحياه، نتنبأ على الكنيسه مره تاني ترجع تقف على الاسوار يا رب، ولا تدعك تسكت، الكنيسه لا تسكت ولا تدعك تسكت يا رب. جايين نتنبأ ان العظام تتقارب يا رب، ان كل الطوائف تتقارب مره تاني، ان الوحده يا رب اللي اتكلمت بيها على الكنيسه تحصل. جايين نتنبأ بالوحدة رغم كل التباعد اللي عمال يجري يا رب، احنا جينا نتنبأ مرة تاني الكنيسة اياديها تتشابك معا يا رب، وترفع ايد وترحب بيك يا رب، ترحب بيك في مصر وتقول لك تعالى ادخل يا ملك الملوك يا رب الارباب الى مكان راحتك، الى بلدك، الى مكانك يا رب. نعظمك، نعظمك، نعطيك المجد، ليك كل المجد. نادي تاني، نادي، قول له هلم يا روح الله، تعالى كرياح عاصفة النهاردة، تمسك بالكنيسة بكل قلبك النهاردة، خليك مصر انه الكنيسة ما ترجعش للإحباط تاني، ايديها ما تنزلش تاني، الروح القدس ينفخ، ينفخ على الكنيسة برياح عاصفة في اسم يسوع المسيح. هلم يا روح الله، تعال كرياح عاصفة، هلم يا روح الله، تعال كرياحنا، هلما هلما يا روح الله، تعال كرياحنا
خلونا نرفع كلمات الإيمان ديت إنه لا يسقط وعد. خلونا النهاردة نقول لهم صدقينك مفيش وعد أنت قلته يسقط، بل الكل يكون لينا. يا رب لا يسقط وعد، حتما ستأتي ونرى. إيه يا جماعة؟ ونرى المجد. حتما ستأتي ونرى المجد في اسم يسوع. أمين 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 أمين. نسبح ونهتف نعطيه المجد ونركب تليل من تسبيح. كل الأرض لا يسقط وعد، لا يسقط وعد، حتما سيأتي ونرى المجد. نسبح ونهتف نعطيه المجد ونركب تليل من تسبيح. كل الأرض لا يسقط وعد. النهاردة يوم الاثنين أيام حاسمة جدا بالنسبة لنا في بلدنا، أيام حاسمة جدا، وقت الانتخابات اللي كل واحد فينا هيروح ينتخب في اسم يسوع. بس دور الكنيسة إنها تقول له الصلاة اللي هو علمها لنا، لما تصلوا قولوا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك. قولوا الحتة اللي جاية إيه بقى؟ لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. وإحنا دي اللي عايزين نقولها له، عايزين نقول له رب أنت اللي تختار، أنت اللي تصنع مشيئتك، أنت اللي تحقق مشيئتك يا رب، أنت تعمل اللي أنت شايفه يا رب. إحنا دورنا إن إحنا نقول لك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، ونصدق إنك تسمع لصلاتنا. خلونا كل أربعة نتدور ناحية بعض، كل أربعة وانتوا قاعدين خلونا نتدور ناحية بعض وصلي الصلاة دي. تقول له يا رب الأيام اللي جاية أيام حاسمة جدا، أيام حساسة جدا، بس احنا نصدق يا رب ان احنا بنطلب والكنيسة بتطلب يا رب انت تسمع صلاتها، وانت تأتي بمن في قلبك، تأتي بمن في قلبك. ما هو لخير بلدنا
ما هو رب من أجل تتميم مشيئتك يا رب في الأرض دي في اسم يسوع. قول له رب انت اللي تختار، انت اللي تختار. كنيستك جايه تتحد بيك وتقول لك تمم مقصدك، تمم مقصدك، تمم مقصدك. اصنع ما في قلبك يا رب، اصنع ما في قلبك، اصنع ما في قلبك. السنين اللي جايه بين ايديك يا رب، السنين اللي جاية بين إيديك، مكتوب إن قلوب الملوك جدول مياه بين يديك حيث ما شئت تميله يا رب. ائت يا رب بالشخص اللي حسب قلبك في اسم يسوع، في اسم يسوع، في اسم يسوع. أمين أمين أمين. خلونا نقف مع بعض. إبليس بيفضل يعلي صوته، وإبليس بيفضل يعمل تهديدات، هنعمل وحنسوي. وإبليس عنده كأنه كده خطة لاغتيالات لشخصيات مفتاحية، بس الكنيسة تحسم المعارك في اسم يسوع، الكنيسة تحسم المعارك في اسم يسوع. وعشان كده إحنا عايزين نقول له يا عدو كل خير، أنت ترحل بكل مخططاتك، بكل الكتابات بتاعتك، بكل الأفكار بتاعتك، كل أفكارك تبطل. وحماية، حماية يا رب على الشخصيات المفتاحية في البلد دي، حماية يا رب على الشخصيات اللي حسب قلبك. عدوك ما يتطولش، عدوك ما يتطولش يا رب. وانت رب تحد يا رب كل أعمال العدو، مصر تنضف من أعمال العدو في اسم يسوع المسيح، مصر تنضف من أعمال العدو. عشان كده وإحنا بنعلي الرب ترنيم 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 ليسوع أعظم إله، هنقول إبليس مهزوم مهزوم، إعلان واضح مكتوب، إبليس مداس تحت أقدام الكنيسة. وعشان كده مقاصد الرب هي اللي تثبت، مقاصد الرب هي اللي تتمم في اسم يسوع المسيح. ترنيم 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 ليسوع We'll be right back.
نسقف له بكل قلبنا. يسمع صلاة الكنيسة ويمد إيده القديرة للبلد ويستجيب بصلوات بيد مقتدر، يعمل كل حاجة ويرسل قوته مش بكرة وبعده، الآن الآن. وعشان كده إحنا طمعانين فيه للآخر، مش كده؟ يعني معقولة يبقى موجود في الوسطينة ما نبقاش طمعانين فيه؟ ده لما كانوا يسمعوا أنه موجود في بيت يجروا يجروا، ما يبقاش في مكان في البيت طبعا. هو حد يلاقي يسوع ويسيبه؟ إحنا معقولة نسيبه؟ عشان كده مرضانا، مرضى مش بس اللي موجودين في وسطينا، انا عايزه اقول كمان لكل اللي على شاشات التلفزيون، انتم متحدين بينا وهو هنا وهو يزوركم في بيوتكم. عشان كده انا عايزه نصلي مش بس للطلبات اللي موجوده هنا، لكن كمان لو في ناس مرضى في وسطينا وعايزين يجوا قدام، وهي ما عندهاش مانع ان احنا نعلن انها هي وضعه ثقتها في الرب. اختنا ايمان هي بتعاني من سرطان في الثدي، لو هي موجودة في وسطينا، هي موجودة في وسطينا مش موجودة في وسطينا، لو في مرضى موجودين في وسطينا وعايزين يجوا يطلعوا قدام، وممكن أخونا سامي يمسك السبب بتاع الطلبات ويرفعه قدام الرب، عشان كلنا كلنا نتحد، نتحد بكل شخص مريض. والناس اللي على شاشات التلفزيون، أقف أقف في بيتك، أقف في قطك، أقف في المكان اللي انت فيه، وحط إيدك مكان المرض. قولوا رب أنا بصدق، أنا بصدق أنك أنت ترسل قوتك الآن. أنا بصدق أنه مفيش مرض يعلو على صليبك، أنه مفيش مرض أنت ما تقدرش عليه. أنا أصدق أنه لا يستحيل عليك شيء يا رب، مفيش حاجة في العظم يا رب أنت ما تقدرش عليها يا رب. أختنا لونا يا رب أنت تلمس يا رب العمود الفقري، أنت تلمس يا رب الانزلاق الغضروفي يا رب.
يا رب كل شخص واضع رجاءه فيك يا رب. أختنا إيمان يا رب أنت تأمر يا رب، يا رب علشان الكانسر يا رب يهرب يا رب من جسدها شفاء كامل وأكيد يا رب في اسم يسوع، في اسم يسوع يا رب. ياسمين يا رب أنت تكمل شفائها يا رب، تقوم في ملء النعمة والقوة. هللويا هللويا، تعالى تعالى بمرضك قدامه، تعالي بمرضك قدامه قل له مفيش حاجة أنت ما تقدرش عليها، أنت اللي بتلمس العينين الضعيفة اللي تعبت من السكر يا رب، أنت اللي بتلمس الرجلين يا رب اللي السكر عمل فيها تقرحات والدورة الدموية يا رب بقت قليلة. أخونا يا رب شفاء كامل، شفاء كامل، إحنا نرسل قوتك لأخونا في المكان اللي هو فيه يا رب، شفاء كامل لرجليه يا رب، نتنبأ عليه بالقوة وبالحياة في اسم يسوع المسيح، في اسم يسوع، في اسم يسوع. تعال بإيمان النهاردة المسه، تعال بإيمان المسه قل له أنا عندي إيمان تشفيني الآن، لمسة شفاء، لمسة حياة يا رب. وكل الطلبات دي تخلونا نرفع إيدينا على إخواتنا وعلى الطلبات دي وإحنا بنصلي الكلمات دي، أنا عندي إيمان يا رب تشفيني الآن، عندي إيمان تشفي إخواتي، عندي إيمان يا رب كل حد على شاشات التلفزيون إنك ترسل يا رب قوتك لي في اسم يسوع. أمين. لمسة شفاء، لمسة حياة تلمسني فينا، أنت الإله أنا عندي إله تشفيني الآن، لو ألمس دوما أنت الحنان، لمسة شفاء، لمسة حياة تلمسني فينا، أنت الإله لنا الاجتماع بالصلاة والبركة الرسولية. الناس اللي عايزة تكمل تصلي للشفاء هتطلع فوق في قاعة إبراهيم سعيد، والناس اللي محتاجة الصلاة للحرية هتطلع في أول دور في المبنى الجديد. كم واحد النهاردة تقابل مع ربنا في الاجتماع؟ يسوع كان موجود في الاجتماع. أمين. رحب بيه، اشكره، اشكره بسقفتك النهاردة، اشكره لأنه كان موجود وسطينا وتنازل إلينا، تنازل إلينا. عايزين نخلي الاجتماع ده مش اجتماع تحمسنا فيه، لكن الاجتماع ده نكمل نصلي، نكمل نصلي ونكمل نقف على الأسوار لغاية لما ربنا يحقق الحلم اللي في قلبه. الجمعة الجاية، الجمعة الجاية عندنا اجتماع بس مش عادي، هيبقى احتفال صلاة وشكر وتسبيح. أدعو الجميع يجي يوم الجمعة عشان نشكر ربنا ونصلي، مش هيكون في عزة لكن هيكون وقت للصلاة وللشكر. اللي محتاج صلاة للشفاء هيبقى في الدور العلوي قاعة إبراهيم سعيد فوق هنا هون، واللي محتاج صلاة للتحرير بالقاعة السفلية في الساحة الخارجية. احنا كلنا نختم بالصلاة الربانية. اسمعنا أبانا واحنا ندعوك بالشكر قائلين، يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد
إلى الأبد آمين. وإله السلام يعطيكم السلام من كل جهة. نعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، شركة الروح القدس تكون معكم وتدوم فيكم من الآن وإلى الأبد آمين.